بسم الله الرحمن الرحيم، برحب فيكم بلقائنا الثاني كورس أساسيات البرمجة بالماتلاب. راح نحكي اليوم عن 3 مواضيع أساسية. راح نبلش بالعبارات الشرطية. راح نحكي عن العبارة الشرطية if و switch. بعدين راح نحكي عن الحلقات، وبالجزء الثاني من المحاضرة راح نحكي عن التوابع والنصوص script functions، وراح نشوف الفرق الرئيسي بيناتهم، كيفية استخدام التوابع. راح نحكي بشكل سريع موجز عن التوابع المضمنة، بعدين راح ناخد مجموعة من الأمثلة. نبلش بداية، رح نحكي عن المصفوفات ثلاثية البعد. احنا حكينا بالمحاضرة الأولى على المصفوفات البعدين، شفنا كيف ممكن ولد مصفوفة مربعة، مصفوفة مستطيلة، ومصفوفة شعاع. خلونا نشوف المصفوفات ثلاثية البعد. راح نتعرف اول شيء على التابع بيرم. مثل ما شايفين فون بيرمز، لو حطينا هيل بيرمز راح يطلع لي شرح تفصيلي لهذا التابع. وظيفة هذا التابع راح يولد لي مصفوفة قيم عناصر كل سطر فيها هي عاملي n. اكبر قيمة مسموحة ل n هي 10. This function is only practical for situation where n is less than about 10. يعني قيمة n لازم تكون عندي اقل من 10، وإلا راح يدخل برنامج الماتلاب بعملية لا نهائية، ممكن تؤدي انه يوقف الجهاز. فراح اعرف مصفوفة بي بيرمز من 1 للـ 4. بلاحظ تم توليد مصفوفة، اول سطر فيها 4 × 3 × 2 × 1، السطر الثاني 4 × 3 × 1 × 2. نلاحظ قيم جميع الأسطر راح تساوي عاملي الأربعة، 4 × 3 × 2 × 1، 4 × 3 × 1 × 2، وهي كل حالات التبديل ما بين القيم. يعني هون 3 × 4 × 1 × 2، اللي بعدها 3 × 2 × 4 × 1. لو رجعنا نتذكر التابع links راح يعطيني طول أطول قيمة أطول سلسلة بالمصفوفة، فبنلاحظ 24، يعني عندي المصفوفة 24 سطر وأربع أعمدة، والتابع سايز راح يعطيني قياس المصفوفة 24 سطر وأربع أعمدة. هلا هنعرف مصفوفة A هي عبارة عن مصفوفة ماجيك، راح اعطيها 4 ابعاد، يعني 4 × 4. تم توليد مصفوفة مثل ما ذكرنا بالدرس الاول بالاسبوع الاول، هي المصفوفة اللي حتتولد. مجموع قيم اعمدتها راح تكون متساوية. إذا في أي مشكلة بإمكانكم تحكوا صوت أو تكتبوا كتابة على الشات. المصفوفة اللي راح يتم توليدها باستخدام التابع ماجيك راح تكون عبارة عن 4 أسطر، بما أني حددت أنه 4،
يعني أربع أسطر أربع أعمدة، راح تكون قيم مجموع عناصر الأعمدة متساوية، وكمان راح يكون عندي صم قيم عناصر القطر الرئيسي دياك A كمان راح تكون لنفس القيمة، وأيضا قيم عناصر الأسطر راح تكون مجموع قيم عناصر كل سطر راح تكون متساوية. راح أولد كمان مصفوفة M من خلال التابع zeros، راح أربع أسطر أربع أعمدة، والبعد الثالث راح يكون 24. نلاحظ راح يتم عندي توليد 24 مصفوفة إلهم القيمة 0. في أي مشكلة؟ هلأ لو أردت تغيير قيم المصفوفات الأخيرة اللي تولدت، 24 مصفوفة اللي تولدوا آخر شيء، فراح أعرف حلقة فور من الواحد للأربعة وعشرين، كي من الواحد للأربعة وعشرين، وراح أخذ قيم المصفوفة الأخيرة للأخيرة M بغض النظر عن الأسطر والأعمدة، راح أخذ المصفوفات البعد الثالث للمصفوفة، وراح بدل القيم بحيث تساوي قيم المصفوفة ب يلي تم توليده أول شيء، البي راح تاخد ال راح تاخد القيمة ك مثل ما احنا شايفين، راح انهي لحلقة فور التابع عند. بنلاحظ تم توليد مصفوفات، المصفوفة الأولى هي مبينة حسب قيم K لما تكون الـ K واحد، مصفوفة الثانية لما تكون الـ K اثنين، مصفوفة الثالثة لما تكون الـ K ثلاثة. بالتالي راح يتم عندي توليد مصفوفات ثلاثية البعد، البعد الأول أربعة عدد الأسطر، البعد الثاني أربعة عدد الأعمدة، والبعد الثالث هو كعندي هون ك راح يكون من الواحد للأربعة وعشرين. راح نشوف كمان لاحقا كيف ممكن ولدون بطريقة تانية. خلونا نبلش بال حلقات if وسويتش. راح أعرف متحول متغير variable وليكن A تساوي الخمسة، راح أكتب برنامج بسيط راح يظهر لي القيمة variable is less than 5 or more than 5 أو equal 5 باعتماد على قيمة المتحول أو variable A. راح أخلي المستخدم يدخل A يدخل قيمة A. خطوة تانية if a تساوي الخمسة
if a تساوي الخمسة راح يظهر لي variable equal 5 else if a أكبر من الخمسة راح يظهر لي variable bigger or more than 5 else راح يظهر من ال variable less than 5 int. طب حالتنا هلا قيمة المتحول a تساوي الخمسة وبالتالي راح يتم إظهار variable equal 5. خلونا نرجع نكتب نفس البرنامج ملف editor بالإديتور بنلاحظ راح أطلب أول شيء من المستخدم input enter value of a بعدين راح يدخل بالشرط if display variable is 5 else if أكبر من الخمسة display variable bigger than or more than 5 else حيظهر لي أنه ال variable less than 5 int. هلا عن تشغيل البرنامج راح يطلب مني اول شيء احفظه بروجرام 1 بعد ما شغل طلب مني انتر فاليو اوف a له 0 variable less than 5 لو رجعت نفذت البرنامج قلت له 7 راح يقول لي more than 5. خلونا بنفس الطريقة نعرف function وظيفة الفانكشن function وظيفة هذا التابع value 5 a هذا التابع راح تكون وظيفته يظهر لي العبارة بناء على قيمة المتحول متغير الفاريبل a. هلا اول شي لازم ارجع احفظ برنامجي بحيث يكون اسم الملف m file نفس اسم الفاريبل نفس اسم التابع الفانكشن حلو سيف از اسم التابع عندي فاليو 5 راح شغل البرنامج بنلاحظ رجع طلب مني القيمة. هلا البرنامج اللي كتبته اخر شيء في فكرة خاطئة رح أعطيكم 5 دقائق تلاقوا مكان الخطأ علما أنه إذا نفذت هلا البرنامج أنا
مثل ما شايفين تابع run راح يطلب مني اظهر قيمة يطلب مني ادخل قيمة A. لو قلت له 8 راح يظهر لي variable more than 5. لو قلت له 5 راح يظهر لي variable is 5. برمجيا الكتابة صحيحة بس فكرة البرنامج هي خطأ بالكامل. لازم نقول له انه ما بيرجع قيمة. شو يعني ما فهمت؟ ممكن توضيح اكتر؟ رح اعطيك صلاحيات شو التعديل لازم نساوي، بامكانك تساوي مباشرة على الشاشة. طيب بامكانك تعدي مباشرة على البرنامج. أظن هون في void، بس إذا عندك ملاحظة أو شيء بإمكانك تعدلي مباشرة. آلاء وعامر وخالد ولينا ومحمد ورهف، شو رأيكم وين الخطأ؟ لا لا، بالتنفيذ البرنامج صحيح. اذا نفذت البرنامج هلا راح يتنفذ مثل ما شفناه بدون اي مشكله، بس الخطا بالفكره، بفكره التنفيذ وفكره الكتابه، يعني من استخدام الفانكشن. ممكن نكتب باستخدام السويتش، بس هذا الموضوع يعني ما مو مشكلة، يعني هيك صحيح، وباستخدام السويتش كمان صحيح. خالد لينا شو رأيكم؟ طب خلونا نحلل او نفسر البرنامج سطر سطر. طب خلونا نفسر البرنامج سطر من البداية، سطر سطر. function رح تعرف لي انه بيتعامل مع تابع مو مع script. عندي امكان اكتب مثلا s تساوي، فهذا المتغير الخرج، او هي بارامترات الخرج الاوتبوت، ممكن ما اكتبها ما في مشكلة. value 5 اسم التابع. هلا ال a هي متى يعني بارامتر الادخال الدخل، يعني راح يكون عندي الـ A قيمة مصفوفة الى اخره متحول. ممكن تكون عندي قيمة محرفية كاركتر، بس هون يعني حسب برنامج هذا البرنامج الـ A لازم تكون رقم.
فهو بارامتر الإدخال، يعني القيمة اللي هيتم إدخالها للتابع. هذا أول سطر. بالسطر الثاني عم يطلب من المستخدم يدخل قيمة A. بالسطر الثالث ولنهاية البرنامج بناء على قيمة A راح يظهر لي العبارة. طيب خلونا ننظر للسطر الأول والثاني، شو الفرق بين اني كتبت هذا التابع بهالطريقة ولا كتبته سكريبت هيك؟ يعني هلا بامكاني اكتبه هيك ونفذ، ما راح يصير اي مشكلة. وبس انا هلا بدي اغير، ما بدي اكتب سكريبت، اكتب فانكشن مثل ما شفنا value 5. ايه طيب لازم ندخل قيمة وقت استدعاء التابع، وبالتالي بنضطر لجملة ادخال التابع. طيب ممكن يعني شو التعديل اللي لازم نساويه؟ بامكانك تعمل تساوي التعديل مباشرة. طيب انا هذا البرنامج عندي، هذا برنامجي ملف الاديتور، شو التعديل اللي لازم اساويه لحتى اعمل؟ انا لسه ما استدعيت التابع، انا لسه ما استدعيت التابع، لسه ما شغل، يعني لسه برنامجي ما تابعي لسه ما استخدمته، لساتني عم اكتب البرنامج. بجوز لازم ادخل قيمة وقت استدعاء التابع، اكيد بدنا ادخل قيمة، وبالتالي يوم نضطر لجملة ادخال التابع، لجملة ادخال بظن قصدك المتغير وليس التابع. رهف شو رأيك؟ محمد طيب لينا بامكانك تطبق مباشرة تعدلي على البرنامج اللي عندك على الشاشة ظاهر، بس على الشاشة مكان ما بدك تعدلي بامكانك تعدلي. طيب بظن الجواب عند آلاء، شو رأيك آلاء في عندك جواب؟
لا لا، ما في علاقة مع الورك سبيس، والكلام اللي عم يحكوه سليم محمد ولينا. أنا ما عم اختبر الرقم، أنا هيك عم بسمح المستخدم يرجع يدخل قيمة جديدة. طيب راح أرجع أوضح الفرق، بظن الفكرة. تقريبا انا ما بدي اعرف تابع لما بيتعامل مع التوابع. الخطأ كتير من المبرمجين بيوقعوا فيه، انه بدي ادخل متغيراتي من قبل، يعني يا اما بدي بالورك سبيس احدد له انه عندي مثلا اف تساوي 5 على سبيل المثال، بعدين بدي استدعي فاليو 5 اف، ام او هي الطريقة الأولى. أو بالطريقة الثانية فممكن أن أستدعي مباشرة value 5 وأدخل قيمة المتغير وليكن 5. هلا هون attempt to script value as a function. تمام، فلو بدي أدخل القيمة ايه مثل ما كنت كاتبها بهالطريقة، فراح يصير يطلب مني إدخال الـ a داخل جسم التابع، وبالتالي هذا الشي راح يصير غلط. مثل ما شايفين راح يعطيني هون input argument a might be unused. If this is okay consider replacing. كان يعمل له fix، راح ياخذها بشكل تلقائي، راح ارجعها انا a. تمام، وبالتالي عبارة الادخال a تساوي input، عبارة الادخال في مشكلة بالصوت. ايه تساوي input ما لازم احطه، راح بهالطريقة راح نفذ التابع. خلوني ارجع احفظ البرنامج من جديد. value 5 نفذ التابع. هلا لو دخلت value 5 على سبيل المثال variable is 5، لو ادخلت value 6 يعطيني variable more than 5. كان بطريقة تانية ادخل له f تساوي 7 واكتب له variable 5 f، رح يعطيني variable more than 5. طيب بنلاحظ ملاحظة كتير مهمة، انه ال variable a هلا هون ما عندي عملية عم تتم داخل a. لو مثلا عملت متغير b تساوي a زائد 5، فراح ياخذ ال a اللي راح يتم ادخاله وراح يجمع له 5. ف لو اردت اظهار القيمة b، راح اقول له مثلا ال b هي عندي هون رقم sum او عفوا num to string b، راح يظهر لي قيمة b. او بامكاني بشكل مباشر اظهر b مثل ما احنا شايفين، وهيك اظهر لي b زائد 1 إذا أكبر من 5، وأظهر لي بي ناقص 1 إذا أصغر من 5. إذا إيه تمام، إيه 5 راح يظهر لي قيمة بي زائد راح تطلع 10، إذا أكبر من 5 راح يضيف له 1، راح يضيف 5 بعدين 1. تمام، هلا لو شغلت برنامجي كون بنلاحظ، راح أشغل برنامج، راح يطلب مني ادخل قيمة ل b ل a عفوا ولتكن 5. يفترض انه 5 راح يجمع لها 5، راح يظهر لي القيمة 10. 5 display num to string b. هلا بنلاحظ انه اظهر لي النتيجة اللي هي القيمة 10، بس ما ظهرت عندي، يعني b ما تخزنت عندي بالورك سبيس. هي الخصوصية
للتابع. خلونا نرجع نخلي يعني خصوصية البي متغير ضمن جسم التابع. خلينا نرجع نحذف التابع، نرجع نتعامل مع سكريبت. بالجزء الأول راح أطلب منه input enter value of variable A، راح أدخل القيمة display 5 more than 5 less than 5. تمام. هلأ لو وضعت إشارتين النسبة المئوية مثل ما شايفين، فرح يصبح هذا جزء عندي هو جزء منفصل من ملف الام فايل. أما وضع النسبة المئوية واحدة، فكل شيء بعدها ما راح يتم تنفيذه، ما راح يتم تنفيذه، راح يعني يكون للمساعدة، راح نحكي عنه بنهاية الدرس لما نبلش نحكي عن التوابع بالتفصيل أكبر. أي بالنسبة للشرطية F. طيب خلونا نأخذ مثال تاني، راح نكتبه بجزء تاني من الفانكشن. لو أردت برنامج يحدد لي إذا البرنامج إذا الفاريبل اللي عم يتم إدخاله زوجي أو فردي، ب input يطلب مني إدخال enter value of b. من خلال التابع if راح أفحص من خلال الشرط if، راح افحص من خلال التابع ريم يلي هو التابع ريم، راح اكتب له قبل ما اكمل كتابة البرنامج help ريم. لاحظ راح يعطيني شرح تفصيلي remainder after division يلي هو راح يعطيني قسمة او باقي قسمة x على y is x ناقص n ب y where n fix n على y. خلونا نشوف عمليا كيف راح b هي قيمة الرقم المدخل، باقي قسمته على 2 راح يعطيني باقي قسمة b على 2. راح لو if هالقيمة لا تساوي الصفر display number is odd else display int راح يظهر لي number is even. لاحظ راح يطلب مني هلا لو اريد تنفيذ هذا البرنامج بشكل جزئي، هلا لو ادخلت لاحظ لو شغلت البرنامج الملف السكريبت، اول شيء راح يطلب مني ادخال قيمة A، راح ادخل قيمة A ولتكن 4، راح يظهر لي انه 4 لزام 5، راح يطلب مني قيمة B فراح احط له 2، راح يقول لي is even لانه باقي القسمة على 2 0. بس بنلاحظ انه وقت شغلته run راح يعمل لي تشغيل للملف السكريبت بالكامل. عندي شيء اسمه run section، run correct current section او control enter. فانا حاليا بالجزء الاول من الملف سكريبت، فلو حطيت control enter راح يشغل لي الجزء الاول فقط. مثل ما شايفين طلب مني ادخال قيمة A 5، وقف البرنامج اعطاني 5. اما لو اردت تشغيل الجزء الثاني من البرنامج run section راح يطلب مني مباشرة ادخال قيمة B، راح اقول له 9، راح مباشرة راح يقول لي number is odd. بالتالي تعرفنا هلا
التقسيم او تشغيل جزء من الملف بالاعتياد، بحط له الاشارة اشارتين ورا بعض بالتتالي نسبة مئوية. بإمكاننا بنفس الطريقة نتعامل مع سويتش، فممكن نكتب برنامج باستخدام سويتش وباقي القسمة إذا كان يعني عندي، أو هون ما في عندي إمكانية استخدام سويتش، عندي بطريقة بحالة تانية ممكن استخدم سويتش. ممكن نطلب قيمة سي تكون سي. لو قلت ادخال قيمة من 1 للـ5 ويحدد لي شو هي القيمة، فلو ادخلت مثلا سي تساوي انبوت انتر value of variable سي switch، هون عندي سي، عندي الكيس الاولى 1 display 1 بالكيس 2 display 2 الكيس 3 رح يظهر لي 3 وعدا ذلك otherwise رح يظهر لي 3. num to string c int، عندي end switch، كان عندي ضرورة عندي end واحدة بس. تمام، مثل ما لاحظتوا كان عاطيني هون خط أحمر، هون خط أحمر عم يقول لي إنه في إيرور، فلاحظت انه هون مالي مأدخل القيمة 2، فراح اعمل له run section، راح ادخل قيمة سي ولتكن 3، راح يظهر لي 3، راح ادخل قيمة ولتكن 6، راح يظهر لي 6، راح ادخل 0، راح يظهر لي 0. طبعا مثل ما شايفين هون عم نتعامل مع قيمة سي، هي فاريبل متحول رقم. في اي سؤال؟ طيب خلونا ننتقل للحلقات. مثل ما شفنا بالأسبوع الأول، تفضلي.
التابع ديسبلاي بيسمح بالتعامل مع قيم محرفية فقط، يعني مع جمل string يعني انتر فاليو. فلما عم حط هالفاليو ما بين اشارتين التنصيص، هدول اشارتين، فرح يتعامل معهم كمحرف مثل ما شايفين انتر فاليو. بنفس الطريقة فلو انا بدي اظهر قيمة رقمية رح اقول له num to string، رح اكتب له 5. بنلاحظ اظهر لي 5، رح يتعامل مع هاي الخمسة على انها محرف، على انها يعني string، ورح يظهر لي اياها. اما لو كتبت له display 5 بهالطريقة او تمام، رح يظهر لي 5 بس بهالحالة ما رح يتعامل معها كمحرف، رح يتعامل معها كرقم. طيب امتى بتبرز اهمية هالتابع num to string؟ بعض الاحيان عندي ضرورة لاكتب value is، بعدين مثلا بدي اكتب النتيجة، ولتكن عندي مثلا بدي تكون عندي نتيجة مثلا 5، فصار عندي الجزء الاول محارف، الجزء الثاني رقم، فكتبت له انتر راح يعطيني خطأ error using display too many argument input argument. طيب لو حطيت له 5 ضمن محارف كمان راح يعطيني نفس الخطأ. طيب شو الحل؟ الحل المشكلة هي انه انا عم ادخل له هون قيم رقمية وهون عم ادخل له قيم محرفية. فهون بهالحالة بتجي اهمية استخدام التابع num to string. num to string راح يظهر لي، يمكن هم ما في ضرورة لهذا هلا بنتأكد، راح يظهر لي value is num to string. تمام راح ارجع نفذ، يمكن هم ما في ضرورة هاي. تمام انا اسبكت مثل ما قلت انه هون عندي محارف وهون عندي قيمة رقمية. فهلا لو عملت التحويل من num to string محارف والnum to string راح اظهر لي القيمة 5 على انه كمان محرف. طيب help display display the array without printing x is a string. تفكر نكتب doc document display طيب راح اشرحها بطريقة تانية بنفس الفكرة بطريقة تانية. الديسبلاي راح تتعامل بجسم التابع مع قيم متجانسة بالنوعين. اول شيء يعني بكافة اجزاء جسم التابع، اول شيء value is، راح يظهر لي العبارة value is، بعدين عندي القيمة التانية ولتكن مثلا 5. فلو حطيتها بهالطريقة رح يعطيني خطأ انه القيمة الاولى انه الجزء الاول عندك محارف والجزء الثاني عندك ارقام. فلما تيجي اهمية التابع num to string رح يحول لي الجزء الاول من التابع هو بالاصل محارف، الجزء الثاني رح يحول لي اياه من رقم لا string محرف، وبالتالي راح يصير عندي الجزئين من الجسم التابع متجانسين، هون محارف وهون محارف، فراح يظهر النتيجة بدون أي خطأ.
هون عمل لي ان اكسبكتد ماتلاب اكسبريشن. طيب خلينا نشوف هون يمكن بالطريقة تو ماني ارجيومنت. هي ما في داخل. طيب نرجع له بس هيك طريقة صحيحة للكتابة انه value is num to string رح اطلع الرقم num to string. value is num to string تمام تمام هون انا لما عندي القوسين هدول لجسم التابع ديسبلاي ولما بدي اتعامل داخل الديسبلاي بدي اتعامل مع محارف مع مصفوفة محارف وبالتالي القوسين هدول رح يسمحوا لي اتعامل مع مصفوفة محارف value is num to string 5 وصار عندي الجزء الاول مثل ما قلنا محارف وجزء الثاني باستخدام num to string 5 فصار تحول من رقم لمحرف. تمام شكرا على التنبيه. وضحت الفكرة لينا؟ بس لو حطيت display لحالة 5 رح يعطيني 5 ولو حطيت value لحالة is كمان رح يعطيني value is. ما في مشكلة بس لما استخدامهم مع بعض اذا ما حطيتها بنلاحظ رح يعطي الخطأ قيمة مو معروفة. في سؤال تاني؟ خلونا نشوف نبلش بالحلقات. شفنا بالاسبوع الاول كيف ممكن من خلال مصفوفة ان يولد شعاع من الواحد للعشرة مثلا بخطوة واحد. ممكن بنفس الطريقة من الواحد للعشرين بخطوة اثنين واحد ثلاثة خمسة الى اخره. ممكن بنفس الطريقة ولد شعاع باستخدام الحلقة 4 من الواحد للعشرين واظهره مثل ما انا شايفين. بس مثل ما شايفين هون رح ياخد الت عند كل تطبيق الحلقة رح تاخد قيمة لحالة بشكل مختلف. يعني هلا لو كبست تي رح يعطيني اخر قيمة للت اللي هي العشرين. اما لو بالطريقة الاولى رح يتم تخزينهم بمصفوفة واحدة. عفوا مو الطريقة الاولى انه ت من الواحد للعشرة اعطاني مصفوفة واحدة. ممكن بنفس الطريقة من خلال الحلقة 4 خزنهم كمان بمصفوفة اي تي تساوي تي. فبالتالي اي واحد تساوي الواحد اي اثنين تساوي اثنين اي ثلاثة تساوي ثلاثة. انت بنلاحظ اخر شيء تشكلت عندي مصفوفة اسمها ايه. هي المصفوفة القيم من الواحد للعشرين links رح يعطيني طول المصفوفة عشرين. لا بامكاني من خلال المصفوفات كمان شكل مصفوفة من خلال حلقات حلقة فور شكل مصفوفة مربعة. فلو حطيت اي من الواحد للعشرة حطيت حلقة فور داخلها جي من الواحد للخمسة وحددت انه قيمة خزنتهم مصفوفة البعد الاول لها اللي هو عدد الاسطر اي وعدد الاعمدة جي وحددت انه قيمة العنصر هو واحد على اي زائد جي على سبيل المثال. بنلاحظ بعد التنفيذ راح يتم تخزين عندي المصفوفة اتش قيمة عناصرها بناء على
السطر المبين. يعني لو كان عندي مثلا ال H 2 3، 2 زائد 3 5، 1 على 5 2 بالعشرة. فلو حطيت H 2 3 2 بالعشرة، بنلاحظ بس هون 1 على i زائد، يمكن هون عم ياخد 1 على 2.5 زائد 3، 3.5. تمام، اخد 1 على الاولوية للقسمة، فاخد اول شي 1 على 2.5 زائد 3، 3.5، اعطاني 3.5. ممكن بنفس الطريقة نحط اقواس، فبتصير الاولوية للاقواس. فبهي الطريقة بامكاني شكل مصفوفات ثنائية البعد بالطريقة يلي بتناسبني حسب التطبيق اللي بدي، او حسب عملية الادخال اللي بدي اياها. طيب خلونا نشوف، ممكن نعمل اي بنفس الطريقة input enter number of column row and zeros، وعندي j enter number input enter number of column. حلقة الفور الأولى راح تبلش بالآي من الواحد للآي، عفوا راح تبلش راح اسميها جي مثلا من الواحد للآي. حلقة الفور الثانية راح اسميها كي من الواحد للجي، وراح تكون القيمة آي هي مثلا جي فاصلة كي تساوي، راح اعطيها قيمة ولتكون جي. راح اسكر الحلقة الثانية والحلقة الأولى. هلأ لو نفذت الجزء الأخير من البرنامج من ملف سكريبت، أعطاني خطأ input، هون ما سكرت ال، تمام. run section number of row 5، number of column 3، المصفوفة H بنلاحظ عندي المصفوفة H القديمة clear H، راح ارجع نفذ الجزء الاخير 5 3 مصفوفة H 3 أعمدة و5 أسطر. اوكي، شعاب حلقة فور T تساوي من الواحد للعشرين. ممكن اظهر كل قيمة لتي لحالها بهالطريقة، فبالتالي رح ياخد اخر قيمة لتي، اخر شي يتم تخزين اخر قيمة لتي. اما لو اردت تخزينه بمصفوفة واحدة 4 تي تساوي من الواحد للعشرين، رح اخزن بمصفوفة اسمها A، A1 A2 A3، رح تاخد القيمة تي int، وبالتالي مصفوفة A مثل ما شايفين رح تكون طول 20، قيم عناصرها من 1 2 3 10 ل 20 بتزايد 1. يعني بإمكاني يخلي مثلا القيم من 1 بخطوة 2 للعشرين، راح تصير عندي ال A T A تساوي ال A T A تساوي ال A، تمام int. بنلاحظ عندي المصفوفة إلى قيم هرجع نفذها 4 T تساوي من الواحد بخطوة 2 للعشرين، ال A T تساوي T راح تكون قيمة هي T A1 A2، تمام. يمني نشوف المصفوفة الأخيرة، حط الفاصلة المنقوطة، آخر شي ال A، بنلاحظ 1 0 3 0 5 0. تمام.
تمام، عم يولد قيم بشكل تلقائي صفر لعناصر غير موجودة لأني ما حددت قيمتها. طيب خلونا نستفيد من أي المصفوفة الأخيرة هلأ بنحكي عليها، نضيف أفكار نحكي أفكار إضافية على هاي النقطة. طيب لحد الآن في أي ملاحظة أي سؤال؟ في شيء مو واضح على الحلقات لهلا؟ طيب خلونا البرنامج الأخير اللي طبقناه، خلونا نعمل كلير نرجع على السكريبت. الجزء الأخير اللي طبقناه راح بنلاحظ وقت راح نفذه راح يظهر لي راح يخزن القيمة A، راح أقول له أول شي كلير A القديمة اللي عندي. هلا لما نفذ البرنامج بنلاحظ راح تصير المصفوفة A راح القيم اللي مع المصفوفة اللي ما محدد لها قيمة راح يتم اعطاء قيمة صفر. طيب كيف بدنا نخلي هالقيمة لما يعني هالعنصر قيمته صفر نحذفه من المصفوفة؟ راح احط داخل فور حلقة فور تانية بلش حاطيها قيمة L من الواحد للعشرين، راح له if المصفوفة A اللي عندي قيمته تساوي الصفر، يعني ال A واحد مثلا A اتنين تساوي الصفر، ف A L احذف لي اياه end، وعندي end للفور الثانية. فأول شي راح أدخل راح يتم إسناد القيمة من حلقة فور الأولى، حلقة فور الثانية راح تاخذ القيمة وتشوف إذا هي أكبر تساوي الصفر، فإذا كانت تساوي الصفر راح يتم حذفها، وبالنهاية راح أخليه يظهر لي المصفوفة إيه. حلو ران سكشن، تاني خطأ هون بال اكسس A 11 اندكس اوت تمام بالسطر. خلينا نرجع من الواحد ال واحد اي واحد تساوي صفر، ما في عندنا تعليم التابع لينكس. هلا برجع بجاوبك على سؤالك، فور اي من الواحد للعشرين، ناخذ الواحد تمام، مثل ما حكت لينا انه هون حاخد اللينكس ايه هاي نقطة هون، هل ممكن ارجع نفذ اعطاني ايه 13 واحد طول الشعاع راح يتم واحد 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 اف ال A ال المصفوفة A العنصر واحد او اثنين او ثلاثة يساوي الصفر،
طب خلونا ناخد هذا الجزء نحطه خارج الحلقة 4، وبالتالي بيصير عندي من الواحد للينكس A راح ياخد المصفوفة كلها if AI تساوي تمام. هلا لو نفذت الواحد اف تساوي الصفر، تمام. ما عم يتم حذفها عم تطلع المشكلة. طيب بما انه عم يتم حذف القيمة فلما ارجع لها عم تعطي خطأ، هم معنى هي الرسالة انه index out of bound because numeric a او numel a تساوي 12، يعني انا عم اخذ القيمة a 13 لمصفوفة عدد عناصرها 12، وبالتالي عم اخذ قيمة، يعني عم اخذ مثلا المصفوفة عندي قيمة فيها 12 عنصر، انا عم روح اقول له هل العنصر 13 يساوي صفر؟ فبالتالي هو عم يقول لي انه ما عندي عنصر اسمه 13، هون 13 هون، بعدين نفس المشكلة العنصر 17 هو عندي عدد العناصر 16. فممكن في هالحالة انا اقول له من الواحد لللينكس A if A ممكن هون مباشرة، بس خلينا نجرب هاي اذا ما ضبطت نجرب النون. يمكن هو مباشرة له if a، وهو ما راح يمشي الحال لانه عندي ال al او a من الواحد لل من الواحد لل من الواحد لل a، وهون من الواحد كمان لل a راح ياخذ القيمة ما راح يقبل فيها هيك، ما راح يقبل هيك. طيب كيف بامكانك تجربي تكتبيها هلا مباشرة، بما بامكانك تكتبيها مباشرة الطريقة اللي عم تقترحيها بما تشوف طريقة تانية. طيب هاي هيك خلينا نجربها، بس هي مو نون، هي قيمة صفر، not a value in نون. أو نجربها على كل حال، عندي بقية القيمة دقيقة لنشوف النتيجة. تمام روح ال هلا راحت القيم صفر عندي، بس ضلي شوي لنشوف اللينكس ايه 13. تمام روح قيم الصفر كلها، بس عندي ضل قيمة واحدة صفر هي
تمام. هلا بضل عندي قيمة واحدة صفر، ما راحت، ما في مشكلة على كل حال. بس مثل ما حكيت عندي، مثل ما حكيت آلة، عندي كمان طريقة تانية باستخدام التابع find. مثل هلا ما حكيت آلة انه اول طريقة باستخدام عنده انه if ال at تساوي صفر، فال a t، لا هيك بس ما عم يتم حذف العنصر القيمة. خليني ارجع على a المصفوفة a، بنلاحظ يعني اخذت قيمة تانية اللي هي القيمة الاولى هي واحد، القيمة التالتة اللي هي التانية هي التالتة، القيمة التانية هي تلاتة. هون ما تم الحذف، هون تم استبدال القيمة، او واحد تلاتة خمسة، تمام. هون ما تم حذف القيمة. طيب لو بنفس الطريقة، يفترض انه هون اذا عملت هيك، فورتي الواحد لل، انا لازم اجباري افتح عندي حلقة فور جديدة، لانه بالحلقة الاولى راح ياخذ من القيم واحد ثلاثة خمسة، فانا بدي بالحلقة الثانية ياخذ القيم يلي هي ممكن خليه ياخذ تمام جي تساوي من الصفر بخطوة اثنين لل 19، ومباشرة ممكن له ال A G تساوي، يحذف لي القيم A G int، ولا يظهر لي ال A، يعني هون صفر واحد اثنين ثلاثة، تمام. خلينا نجرب هلا، subscript indicate must either real or positive A جي صفر، اه تمام. هون عندي مساحة له صفر، لو حطيت له، طيب خليه من الاثنين بخطوة اثنين للعشرين، تمام. كمان طلعنا من المصفوفة لل18، المصفوفة A للينكس A، طيب خلوني اشوف التابع find help find عشان ما نضيع وقت. هذا التابع find indicated indicates of non zero elements، العناصر اللي ما بتساوي الصفر. هذا التابع راح يظهر العناصر اللي ما بتساوي الصفر. فعندي المصفوفة الأخيرة هي A، بنلاحظ لو رجعت ارجع نفذ الحلقة بشكل راح ارجع احذف هذا الجزء ونفذ الحلقة، راح يتم التخزين. طيب clear T، راح ننفذ الحلقة، راح يتم التخزين T A T تساوي T، عفوا هون A، راح يتم تخزين clear A، راح يتم تخزين A. مثل ما شايفين رجعت اخذت القيم صفر صفر صفر. وظيفة التابع find يعطيني القيم من المصفوفة اللي ما بتساوي الصفر. احنا كنا عم نحاول نكتب البرنامج اللي تم فيه برمجة التابع find، بس التابع find بكل بساطة رح يعطيني، رح يحذف القيم اللي ما بتساوي الصفر من المصفوفة. رح ارجع الخص على السريع الشي اللي حكيناه. الحلقات بتح تسمح لي اني ولد قيم
مصفوفات شعاعية باستخدام حلقة واحدة من الواحد للعشرة. إذا أردت تخزينها كمصفوفة لازم اكتب اسم المصفوفة يلي ترتيب العنصر اللي هو هون مثلا الآي يلي قيمة العنصر. فلو أردت جعله آي مربع بكتب مثل ما لي شايف مثل ما كتبنا انت، فبالتالي لو كتبت ايه هلأ رح يعطيني قيمة القيمة الأولى 2 مربعة 4 3 مربعة 9 4 مربعة 16. كتابة حلقتين فور متداخلتين رح يولد لي مصفوفة ج. لو فرضت اسم المصفوفة اللي بدي هي اسم المصفوفة H تساوي، نفرض انه I للأس J قيم عناصر المصفوفة int، بنلاحظ تم توليد مصفوفة H. ليش زيرو؟ لا مو زيرو، هاي القيم لك. طيب راح اغير الابعاد من ال، راح اخلي هاي القيمة 3 وهي 4. هشوف على الاتش، بنلاحظ تم توليد مصفوفة اتش، هاي قيمة قيمها مو صفر بس عم ياخد هون هاي القيم ضرب القيم اللي عندي هون. ممكن باستخدام الشورت واللونج فورم اعدل على القيم المصفوفة. ما راح احكي على هاي على هاي هلا او هون. طب خليني اجرب اخر شيء 2 ب3 يكون عندي مصفوفة اتش، يمكن مخزنة بالذاكرة عندي مصفوفة اتش مخزنة بالذاكرة كلير اتش. راح ارجع 2 3 2 3 تمام. هلا اتش تمام، بنلاحظ قيمة العنصر من السطر الثاني العمود الثالث، السطر الثاني العمود الثالث 2 ل3 هي 8. طيب شفنا كيف ممكن عن طريق فور ولد مصفوفة شعاع، شفنا كيف ممكن عن طريق حلقتين فور متداخلتين ولد مصفوفة مربعة. بإمكاني بنفس الطريقة عن طريق 3 حلقات فور متداخلة أو ما يسمى nested فور لوبس، توليد 3 حلقات متداخلة، التعامل مع 3 حلقات متداخلة. وكانت الحلقة الأولى من 1 ل3 والحلقة الثانية جي من 1 ل4 وعدد المصفوفات الحلقة الثالثة كي من 1 ل، يعني عندي 5 مصفوفات أو 4 خليها. وقيمة المصفوفة جي هي اي فاصلة جي فاصلة كي قيم العناصر، او يعني هي القيم الى القيمه جي، يعني الاحداثيات هي المصفوفه جي الى هي القيم جي انت انت انت. بنلاحظ راح يتم مصفوف توليد 4 مصفوفات الى القيم جي بشكل دائم مثل ما شايفين. المصفوفه الاولى، المصفوفه الثانيه، والمصفوفه الثالثه. لو رجعت كتبتهم بشكل مشابه بس غيرت هاي القيمة، عملتها مثلا جي للأس كي، بنلاحظ المصفوفة جي تم توليد مصفوفة جي جديدة حسب قيمة البعد الثالث. ممكن اعتبرهم 3 مصفوفات او مصفوفة ثلاثية البعد. يعني هي مصفوفة سطر عمود وبعد ثالث.
تمام. هلا حكينا على مصفوف في مكعبة، تمام، حكينا على الجمل الشرطية، حكينا على الإف وسويتش وعلى حلقات فور. حترك لكم مهمة انه تشوفوا التفاصيل اكتر. خلونا نبلش نحكي عن التوابع والسكريبت بشكل اعمق. بس قبل شو في عندكم اسئلة؟ تحبوا ناخذ امثلة اكتر؟ ما في مشكلة، شو في اسئلة تفضلوا. طيب في شيء مو واضح قبل ما ناخذ امثله؟ سطر وعمود، الاي هي السطر والجي هي العمود. هي البعد الثالث، يعني ممكن يكون عندي مصفوفة 2 3 5. يعني لاحظوا شغلة، انه هون لما استدعيت المصفوفة جي رح تطلي مباشرة نقطتين عند عدد الاسطر ونقطتين عند عدد الاعمدة، وغير لي الرقم المصفوفة اللي هي رح تمثل البعد الثالث. فبالحالة الأولى المصفوفة حتكون هي البعد الأول، بعدين البعد الثاني، بعدين البعد الثالث، وهكذا. هي ممكن تشوفوها بالرسم إذا بعد مستقبلا حب الأسبوع هذا، بعد الأسبوع أو الأسبوع الجاي لما ناخد الرسم ممكن نطبقوها وتشوفوا كيف راح تطلع، راح يطلع الشكل. طيب نشتغل مع بعض بالأمثلة ولا طيب راح نشتغل مع بعض بالأمثلة، راح اخليكم انتو تكتبوهم كمان مو بس انا راح نفذ. هلا معنا آلاء وعامر وخالد ولينا ومحمد وعلا ورهف. خلونا تمام. رهف وعلا ولينا جربوا اكتبوا برنامج خلال 5 دقائق او 10 دقائق ترتيب عناصر مصفوفة تنازليا دون استخدام التوابع. عامر وخالد ومحمد اكتبوا نفس البرنامج باستخدام الفانكشن وخلونا نشوف الفرق. برنامج راح يطلب من المستخدم ادخال قيم مصفوفة، مصفوفة شعاع مصفوفة. بعد ما يدخل المستخدم المصفوفة البرنامج راح يقوم بترتيب عناصر هاي المصفوفة، ترتيب تنازلي او تصاعدي.
واضحة الفكرة؟ في أي مشكلة؟ ما في مشكلة، مو مشكلة. البرنامج راح يطلب أول شيء من المستخدم يدخل البرنامج راح يطلب من المستخدم يدخل قيمة، يدخل مصفوفة، راح يطلب أدخل قيمة، فالمستخدم راح يدخل مصفوفة شعاع، مصفوفة، أو ممكن تخلوه يطلب قيمة ويسندهم بالنهاية لمصفوفة. الخطوة الثانية راح يرتب عناصر هاي المصفوفة تنازليا أو تصاعديا من خلال توابع أو بدون استخدام التوابع. مع كل ال10 تمام.
طيب في حدا ضغط معه البرنامج؟ طيب محمد وخالد وعامر، انتوا ادخلوها افضل، يعني خلي المستخدم يدخلها. بس يعني شفنا كتير امثلة على هذا الموضوع. طيب بتقترحوا بتحبون نكتبوا مع بعض البرنامج ولا؟ طيب شو أرجينا شو كتبتي؟ بإمكانك تعملي نسخ مباشرة عندي على بإمكانك تنسخيه مباشرة عندي على الورك سبيس على الكوماند ويندو. يعني شوف شو كتبتي، أو بإمكانك تكتبيهم بالملف بالإديتور، بإمكانك تكتبيهم هون أو هون. طيب اوكي، فور اي من الواحد للعشرة. تمام، أي أول شي هيك المفروض تنكتب. هدول من البرنامج أخدهم غيرهم. إن تمام مينيموم أي واحد، شو المقصود فيها هي مينيموم أي واحد؟ مينيموم تساوي أي واحد. تمام، من الواحد للعشرة، من الواحد للتسعة، أو من الواحد للقيمة ال من الواحد للعشرة قيمة واللي قبلها. تمام، عم يتم مقارنة القيمة. تمام، عم يتم مقارنة القيمة. أو إذا رجعت القيمة أكبر من الأولى، إذا الـ AI الـ A1 A2 أكبر من الأولى. طيب الـ A3 أكبر من الأولى، أنت هيك دائما عم تقارني مع أول قيمة. الـ AI A1 A2 أكبر من الأولى. هون لو عم هي بدال قارنتيها مع القيمة اللي قبلها، وهي خليتيها تبلش من الاثنين، وهي قارنتيها مع الجي. تمام، لازم ترجع تسندي القيمة الصغيرة، يعني هون من الاثنين للعشرة، هي من الواحد من الـ A1 مثلا، هون أكبر من الـ A2، او الـ A2 اكبر من الـ A1. لازم اغير القيمة المينيموم. تمام،
هلا التفكير صحيح بس بده شوية يعني شوية تعديل بالكتابة، بس كتفكير برمجي صحيحة صريحة صحيحة طريقة التنفيذ. طيب الشباب شو صار معهم؟ محمد كنترول زد إلس مينيموم ايه يعني إذا ما كان أكبر. إيه تمام، كتفكير برمجي صريح صحيح طريقة التنفيذ، بس في أخطاء بالكتابة البرمجية مثل ما شفنا الأقواس مثلا. محمد وعلا وعامر، محمد وعلا وعامر من مصفوفة مربعة، هاي لينا مصفوفة مربعة، هاي 3 بـ3. وما في داعي للريشيب، شو وظيفة الريشيب؟ طيب خلونا نكتبه مع بعض. راح افتح ملف اديتور جديد، اديت جديد، وراح نكتبه مع بعض. راح افتح ملف فين اديت، واحد اكتب فيه ال اديت. طيب التابع الأول راح أكتب فيه برنامج سكريبت راح يستدعي الفانكشن اللي راح يتم فيه من خلاله ترتيب عناصر المصفوفة. راح يتم إدخال 10 قيم أو 5، أكتفي بـ5 أو 6 قيام من 1 لـ6. عن كل خطوة راح يخزن القيم بمصفوفة A، وهي المصفوفة A راح يتم الـ AI تساوي Enter value of خلونا نجرب ندخل استخدم التابع num to string مرة تانية i int. هلا بنلاحظ عندي هون خطأ، أو مو خطأ، warning، تحذير. رح أسألكم واحد واحد هذا التحذير شو سببه، ورح نقرأ the variable إيه بالترتيب. أول شي عامر، شو رأيك تسبب الخطأ إذا وقفنا على فوق ال أشرنا بالسهم الماوس فوق ال warning، رح يعطيني the variable إيه appear to to change size on every loop iteration within a script. فأول شي عامر، شو رأيك شو سبب هذا الخطأ؟ عامر إذا ترجمنا حرفيا عم يقول لي the variable a appears to change size on every loop iteration، يعني عن كل تغيير للحلقة عم يتم تغيير حجم المصفوفة a. طيب طيب لينا عندك فكرة؟
طيب محمد، طيب علا، عندي فكرة شو المشكلة. طيب ثواني بس. طيب اللي عم يحكي صوتي تفضل، اللي عم بنسمعه. ايوه اهلا. طيب فهمت عليك. هلا بوضحها، هي اول نقطة. هلا بوضحها. محمد راح صوتك، ما عاد سمعتك. ايه تمام. مصروف التنفيذ هتكون مصروف شو عالي، بنشوفها كيف. في سؤال تاني محمد؟ تمام اوكي. رهف عم 6 مصفوفات شعاع. طيب طب شو هن 6؟ ليش 6 مصفوفات؟ المصفوفة هي ايه؟ وعم يتم الدخول على عناصرها واحدة واحدة. طيب رح اوضحها رد مرة تانية. احنا نفذها خطوة خطوة ونحن نوضح كيف عم تصير. رهف بس قالت، نرجع للي حكته رهف، الادخال رح يكون مصفوفة قديش حجمها. اوكي، يعني غير حجم المصفوفة اللي انا حاططها بالحلقة. غير حج يعني تقريبا يعني قريبا من الفكرة. الفكرة هون علا، ما حكيت. علا عندك فكرة؟ طيب هلا اول شي رح نفذ البرنامج، بعدين رح اشرحه، رح اقيم الفاصل من نقطة مشان نشوف عند كل خطوة كيف رح يتم تنفيذه. هاي الورنينج اللي طلعت هون لانه ما اللي حاط فاصل من نقطة، فرح يطلع التنفيذ عن النتيجة عند كل خطوة. نلاحظ انتر فاليو اوف 1 رح يطلب مني قيمة الادخال، القيمة الاولى. فلو ادخلت مثلا 5 طيب خلوني بس ارجع كلير. حذفت المصفوفة اللي عندي. خلوني اعمل تعديل بسيط هون عشان احطهم هيك. تمام، هلا رح ارجع انفذ. رح يطلب عندي ادخل القيمة الاولى، رح اقول له 5، القيمة الثانية 4، القيمة الثالثة 7، 10، 50. لاحظوا معي، رح ارجع كمان نعمل تعديل بسيط. تمام، لاحظوا معي، عند اول تنفيذ
enter value of 1. تم إنشاء مصفوفة A فيها عنصر 1 قيمته 5. عند التنفيذ الثاني تم إضافة، صارت الـ i 2، صارت الـ a 2 العنصر الثاني من المصفوفة، تم إضافة القيمة 4. صار عندي القيمة الأولى هي الخمسة القديمة، والقيمة 4 هي الأربعة الجديدة، الجزء العنصر الثاني. عند بالجزء الثالث اللي عند لما صارت الاي تساوي 3 تنفيذ الحلقة الجزء الثالث، تم إضافة القيمة 7. بالطريقة تشكلت عندي مصفوفة واحدة هي المصفوفة A. فلو حطيت أنا هلأ الفاصلة المنقوطة وعملت له clear A و clear command ورجعت نفذت، بلاحظ رح يظهر عندي بالنتيجة، ما أدخلت قيمة أعطاني خطأ، رح يظهر عندي بالنتيجة المصفوفة A وقت استدعائها. بإمكاني آخر شيء اللي A، فبنفس الطريقة رح تظهر عندي المصفوفة A وقت استدعائها. هلا الخطأ اللي عندي هون أو الورنينج التحذيري اللي عندي هون، لا مو بالفاصل المنقوطة، الفاصل المنقوطة تحت اللي يساوي. هلا رح أقول شو التحذير اللي كان عندي. التحذير اللي كان عندي هون واللي لساته لهلا عم يقول لي إنه هي المصفوفة A ما يعني ما مو معروفة الحجم، القياس عند كل تنفيذ، عند كل تنفيذ للحلقة مثل ما شفنا عم يتم حجمها عم يزيد، عند كل تنفيذ حجمها عم يزيد، وبالتالي ما في إلا مساحة بالذاكرة حاجزتها. يعني هي المصفوفة A مساحتها بالذاكرة مو محجوزة، عم تكبر، وهي المساحة يعني إذا ما عندي كان مساحة لإلها يعني لو كان عندي البرنامج طويل وما كان عندي مساحة بالذاكرة فممكن يصير عندي يوقف البرنامج ما يكمل. فمشان هيك أنا قبل حلقة الفور رح أقول له A تساوي عندي هون 6.6 أو ما في داعي 6.6، 6 رح أعرف له مصفوفة A 6 عد عمود 1 سطر 1 و6 أعمدة. تمام، فأنا هلا هون عرفت له مصفوفة A قيمها واحدية، وهي القيم الواحدية قياسها 6، فصار عندي مصفوفة معروفة إلى حجم ثابت هو 6، صفرية واحدية يلي بدكم اياه، يعني حتى صفرية واحدية أي قيمة كان المصفوفة اللي بدي اياها. المهم سطر 1 و6 أعمدة، وبالتالي هلا راح التحذير، صار عندي حجزة حجم من الذاكرة، حجزة حجم من الذاكرة 6. فبالتالي هلا التحذير اللي كان عم يقول انه عند كل تنفيذ للحلقة راح يزيد الحجم، راح التحذير ما عاد عندي هذا التحذير. وهلا اذا رجعت نفذت بلاحظ انه 4 5 6 8 - 1 0 نفس النتيجة، حصلت على نفس النتيجة. تمام، وضحت الفكرة؟ كمل. المهم انه تم حجز مساحة من الذاكرة مخصصة لهذا الجزء، هذا اللي بيهمني، حجز مساحة من الذاكرة. هي الكتابة واضحة؟ طيب خلونا هلا نرتب عناصر المصفوفة. رح نستعين بالتوابع، رح اكتب تابع، رح اسمي هذا التابع sort function، رح اسميه sort 1 A. هذا التابع S تساوي links A، links A رح ياخذ هذا التابع طول المصفوفة A أو قيمة أطول سلسلة فيها for i اللي هي
من الواحد للإس ناقص واحد، من الواحد للعنصر قبل الأخير، وحلقة فور تانية حلقة الفور التانية جي من الواحد أو من الآي زائد واحد، يعني لما الآي واحد راح تكون باثنين، راح تقارن القيمة الأولى مع القيمة الثانية للقيمة الأخيرة. أنا هون لأخذت للقيمة قبل الأخيرة، هون للقيمة الأخيرة عفوا، هون إس راح قارن كل قيمة AI مع القيمة، راح قارن كل قيمة AI مع القيمة يلي بعدها، بحال كانت الـ AI أصغر أو أكبر تحقق راح نفذ عملية التبديل AI، استندت القيمة AI لـ X، بعدين استبدلت AI مع AJ، بعدين الـ AJ صارت هي X. راح انهي حلقة الشرط F، راح انهي حلقة الفور الأولى، راح انهي حلقة الفور الثانية، وراح اظهر الـ A. هلا قبل كل شي راح اعمل كلير لـ A، بعد عندي بالورك سبيس شي اسمه A. تمام، هل هذا التابع راح يرتب لي عناصر المصفوفة؟ اذا ان الـ AI هون واحد مع اللي بعده اثنين اصغر تنازليا، راح يعمل لي عملية ترتيب تنازلي، فلو اردت ترتيب تصاعدي بس ببدل هالقيمة. واخر شي راح يظهر لي المصفوفة A اللي قيمها مرتبة تنازليا. هلا بعد ما اكتب هذا البرنامج راح احفظ التابع، طبعا مثل ما انا باسم التابع. هلا راح ارجع نفذ البرنامج الاخير او السكريبت، وبعد تنفيذه راح اطلب منه يستدعي التابع sort واحد للمصفوفة A. فالمصفوفة sort واحد للمصفوفة A، بعد ما يستدعي التابع راح يجي على التابع، راح ينفذ التابع وراح يظهر اخر شيء المصفوفة الاخيرة. فلو شغلت هلا، عفوا بدي شغل الانتر فاليو، لو شغلت راح يطلب مني ادخل القيمة الاولى، القيمة الثانية، القيمة الثالثة، راح ادخل قيم عشوائية. بنلاحظ ظهرت عندي اخر شيء المصفوفة متناقصة، عشرة خمسة اربعة صفر ناقص واحد ناقص ثلاثة. طيب لاحظوا الـ A ظهرت عندي. طيب راح اغير بس الاسم هون، مشان هون الـ A راح اخليها B مشان ما يصير اختلاف على الفكرة التالية اللي بدي احكيها هلا. تمام، راح اخليها B، راح ارجع نفذ البرنامج. لاحظوا الـ A اللي ظهرت عندي 10 3 1 5 0 ناقص 5 ناقص 10. خلوني ارجع الـ A يلي هي، تمام بس خلوني تمام تمام لاحظوا عندي القيمة اللي تخزنت بالذاكرة هي 3 10 ناقص 5 0 ناقص 10 1، أما اللي ظهرت هي 10 3 1 0 ناقص 5 ناقص 10. محمد موجود؟ محمد سامعني؟
شو رأيك؟ شو السبب؟ نتيجة؟ ممكن تعيد؟ طيب هاي النتيجة اللي ظهرت الآية تساوي 10 3 1 0 - 5 - 10. تمام. طيب ما شو راح يكون؟ ما فهمت عليك، ممكن تعيد؟ شو راح يكون آخر شيء بسألت؟ تمام، فهمت عليك. طيب شو رأيك رهف بكلام محمد؟ طيب والعبارة الثانية أو الآية الثانية اللي ظهرت؟ يعني كلام محمد صحيح ولا في؟ تمام. طيب عامر شو رأيك؟ تمام. هلا تقريبا، تمام تقريبا تقريبا كلامكم صحيح، بس اوضح تمام الفكرة. الفكرة انه التابع عم يتم تمرير المصفوفة على التابع، وعم يتم ترتيب عناصرها واعادة النتيجة فقط دون تخزينها. يعني عم يقلي النتيجة هيك وما عم تتخزن النتيجة، يعني هي نتيجة، يعني هي خرج التابع عم يتم اظهاره. يعني هون لو ما حطيت هاي البي ورجعت نفذت، بنلاحظ ما راح تطلع عندي المصفوفة. يفترض ما تطلع. تمام، لا راح تطلع، لانه خلوني ارجع هذا، لا راح تطلع، يعني عم يتم اعادة نتيجة التابع الأخيرة، يعني آخر تنفيذ راح يتم دون ما يخزنه. طيب وشو اللي عم يتخزن؟ عم تتخزن مثل ما حكيتوا عملية تنفيذ، عملية الإدخال اللي عم يقوم فيها المستخدم. طيب خلونا نشوف كيف ممكن نخلي التابع تتشارك، يعني نشارك النتائج التابع مع التوابع الثانية أو مع الورك سبيس، أو يعني مع بيئة العمل بشكل عام. عندي تابع اسمه جلوبال، هذا التابع راح يمرر الكائنات بين التوابع أو المتغيرات الفاريبل بين التوابع. فأنا لو جعلت جلوبال
وليكن لو خليت البي جلوبال او ما خلي أو البي لو خليتها جلوبال اعطاني خطأ انه بي مايت بي يوز. طيب هخلي سي جلوبال وهلا المصروف انا عم اخذ المصفوفة وعم اعمل اعادة ترتيب لها. عم اخذ المصفوفة عم بعمل اعادة ترتيب لنفس المصفوفة. طيب راح اقول له سي تساوي البي، راح اسند البي للسي وراح اشتغل هلا على سي. بنلاحظ هلا راح اعمل هون كلير اول، راح افضي الذاكره بالكامل الورك سبيس. هلا لو عملت كمان جلوبال سي بالورك سبيس كم تم تعريف عندي سي قيمه فاضيه كمان هي جلوبال. هلا لو نفذت برنامجي ثلاثة ستة واحد ناقص واحد ناقص خمسة صفر. ما هلا ما تعدلت السي، ما هذا هلا ضلت السي على حالتها. خلينا نرجع جلوبال سي طيب مشان ما احط سي تساوي الخمسة اظهر سي. دول رح يرجعون بي مثل ما كانوا. لو حطيت سي تساوي الخمسة وحطيت اخر شي اظهار للسي وهون انا عامل الجلوبال سي، فصارت السي جلوبال بالتابع والسي جلوبال بالورك سبيس. فهلا لو شغلت التابع هون ما بقدر اشغل التابع. هلا لو شغلت الخمسة ناقص واحد صفر ناقص خمسة أربعة، بنلاحظ اعطاني سي تساوي الخمسة. ولو حطيت سي راح تضل قيمتها موجودة بالذاكرة هي خمسة، لأنه نحط جلوبال بالورك سبيس وجلوبال بال فانكشن. اما لو قمت الجلوبال من الفانكشن وقلت له سي تساوي الخمسة وحطيت سي وهون عملت كلير للسي ورجعت نفذت البرنامج، بنلاحظ اربعة خمسة ناقص واحد صفر اربعة خمسة راح يعطيني سي تساوي الخمسة، بس اذا كتبت له سي راح يقول لي undefined function or variable سي، ما تم تخزينه. فمن خلال التابع جلوبال راح يكون عندي إمكانية لمشاركة المتغيرات الـ variables بين التوابع. كتير بيفيدنا التابع جلوبال برمجة الواجهات مثل ما راح نشوف بالمستويات لاحقة بإذن الله. طيب أنا برمجت تابعي شو يعني محدد الوصول بلغات البرمجة؟ نذكر كان في تابع اسمه بالسي بابليك، السؤال الجملتين مو واضحين. تحديد نطاق الرؤية للمتحول، تحديد نطاق الرؤية للمتحول، ايه ممكن
انا يعني اذا بالفانكشن الاول حطيت جلوبال سي وحطيت بالفانكشن الثاني جلوبال سي، فراح يكون يعني مشترك بين التابعين، وبنفس الطريقه بامكاني يشاركوا بين 3 أو 4 أو 5 برايفت اور بابليك. بالصفوف بيصير تقريبا نفس الفكره، نفس فكره البابليك والبرايفت، بس نيك بالصفوف يعني الشغل مختلف. هون عم نشتغل بالتوابع. متحول مشترك، تمام. يعني مباشرة لما أغير قيمته من التابع الأول، راح يتم تغيير قيمته بالتابع، يعني بكل التوابع اللي هو مشترك فيها. لاحظوا هلا لو كتبت help sort 1 no help found for sort 1.m، بإمكاني ضيف على برنامجي إمكانية يعني اشرح شو عامل. فمن خلال الإشارة النسبة المئوية واحدة، إشارة واحدة، بإمكاني اكتب مثلا design او دي ديزاين باي ماتلاب كورس ستودنت فيرست ام او او سي ماتلاب كورس ديت 3/8/2013 باي ام اتش جي محمد اختصار لما حركت علا رهف عامر لينا. راح شغل. بلاحظ هلا لو كتبت help sort 1 راح يطلع designed by matlab course students first mooc matlab course date 3/8/2013 by محمد علا رهف امير and لينا. بهالطريقة بإمكاني أكتب شرح مطول لبرنامجي، أشرح فيه آلية التنفيذ للتابع. ممكن أكتب مثلا هون مثلا نضيف بي أو هو له input parameter R متغيرات دخل فيكتور array، يعني عندي متغير الدخل شعاع، ما بيصير يكون غير شعاع. فيكتور اري متغير الدخل هو شعاع حصرا. فهلا اذا رجعت كتبت هيلب، بس ممكن لازم احفظ هون اعمل حفظ. اذا رجعت كتبت هيلب راح يعطيني input parameters r فيكتور اري. فبهالطريقه بامكاني اعمل شرح تفصيلي لبرنامجي، مشان اي مستخدم لما يستخدم تابعي يكون عنده شرح لكيفية الاستخدام. هل عندنا أنواع أخرى من التوابع؟ نحكينا عن التوابع بشكل عام، التوابع العامة أو يعني functions. عندنا أنواع من التوابع، هي توابع private function تستخدم بتطبيقات خاصة. عندي nested function، نلاحظ أن عندي التابع هون ما انتهى بإنت. لما يكون عندي function ضمن function تاني مثلا ضمن الفانكشن الرئيسي، فراح يصير عندي ضرورة لاستخدام الانت. راح يصير عندي function مثلا هون sort 2 clb، فصار عندي تابع ضمن التابع العام، ما يسمى nested function او التوابع المتداخلة.
عندنا الجلوبال اري، عفوا الجلوبال فانكشن، حكينا على التابع جلوبال كيف ممكن نشارك المتغيرات بين الفانكشنز. هاد كل شيء بيتعلق بالتوابع وبالسكريبت. حاول توضح الافكار قدر الامكان. في اي سؤال قبل ما اشرح لكم على المشروع اللي راح نساويه هلا ان شاء الله بهالاسبوع مع بعض؟ راح نوقف هلا الجزء الثالث الدورة وراح نساوي المشروع. في اي سؤال؟ في تابع جاهز لترتيب المصفوفات، التابع اسمه تابع ترتيب المصفوفة. طيب خلونا نشوف function. طيب راح اشوف لك التابع. ما ادور عليهم، خليني نشوف التوابع. ما طلع معي هلا التابع، خلينا نشوف بالهلب هون هل حطينا التابع فليب ال. تمام نروح على هون من خلال هيلب، خلينا نشوف كيف ممكن نحصل على التوابع كلها اللي بتتعامل مع المصفوفات. فلو رحنا على الماتلاب الماثيماتكس الاري راندوم لينير ماتريكس اوبريشن ماتريكس 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 لا فانكشن.
التابع موجود بالماتلاب بس ما بذكر شو اسمه، يمكن اذا دورت يطلع معك بين التوابع. في بتابعين، واحد للترتيب التصاعدي وواحد للترتيب التنازلي. اوكي، بإمكاننا مباشرة نكتب help sort تمام، هو نفسه بالتصاعدي والتنازلي بس بده نغير خلينا نجربه. اكس تساوي مثلا لو حطينا 2 - 1 - 0 - 10 - 5 او 3 sort x، نلاحظ تم ترتيب عن العناصر تصاعديا. طيب اذا بنرتبها تنازليا ممكن نكتب sort s، خلينا نشوف اذا كتبت 1 - 2 - 1 - 0 - 10 - 3. نرجع للهلب نشوف شو كان شارح المود اكس. تمام، هون مثل ما شايفين. فلو حطيت ريسنت ورجعت نفذت يمكن هيك، ويمكن تمام هيك راح يتم تنفيذ ترتيب تصاعدي وتنازلي. تمام، من خلال الخاصية تصاعدي او تنازلي بحط اسم المصفوفة او الشعاع، وبعدين بحط هون ترتيب تنازلي ديسنت، هون اسنت ترتيب تصاعدي. تمام، هلا تقريبا كافة العمليات الرياضية موجودة كتوابع جاهزة، بس نحن عم ناخد هلا يعني المبادئ، عم نشوف كيف ممكن يعني نبرمج يعني نعمل برامج خاصة فينا. تمام، في سؤال تاني؟ عامر، لينا، محمد، علا ورهف، في اي سؤال ولا نحكي عن المشروع راح نساويه هذا الاسبوع؟ طيب المشروع ما راح يكون تخصصي، راح يكون عام، راح نحكي فيه يعني بما انه في طلاب سنة اولى معنا وطلاب سنة تانية، راح يكون برنامج لتدريب الطفل على العمليات الرياضية. رح يولد الرقم الأول بشكل عشوائي والرقم الثاني بشكل عشوائي من خلال التابع راند. هالبراند رح يطلع لكم مباشرة شرح التابع راند وكيفية استخدامه. generate value from uniform distribution رح يولد الرقم الأول من خلال التابع راند، رح يولد الرقم الثاني من خلال التابع راند، بعدين راح يولد العملية بين الرقمين جمع طرح قسمة ضرب، وراح يطلب من المستخدم ادخل النتيجة. يعني انا كمستخدم راح يطلع لي مثلا 3 ضرب 5 تساوي، انا راح ادخل 10 راح يقول لي خطأ، راح يظهر لي عبارات ما راح يظهر لي خطأ حاول ثانية، خطأ قد تنجح في المرة القادمة، خطأ انتبه للارقام، وبحال ادخلت قيمة صحيحة كمان بشكل عشوائي راح يظهر لي كمان العبارات، بحال ادخلت قيمة صحيحة راح يعطيني كمان عبارات يعني تحميس انه
جرب مرة ثانية، وعند كل عملية راح يسألني تحب يعني يطلع لك سؤال مرة ثانية، وتحب تسكر البرنامج، تحب يطلع لك يعني 3 ضرب 5 يساوي، حطيت له 15 راح يعطيني صح ولا خطأ، وراح يقول لي بتحب يطلع لك عم سؤال جديد ولا سكر البرنامج، بحال بتحب تسكر يس تكمل نو او اضغط اي دو وايل، ممكن بوايل ما بظن في دو، ما في شيء اسمه دو بالماتلاب، غير ما بذكر مريت معي دو بالماتلاب، في الوايل وممكن من خلال فور بتزبط بأكتر من طريقة، بس هي هيك الفكرة. تمام، برنامج بسيط رح نضطر نستخدم فيه كافة المفاهيم اللي استخدمنا اللي تعلمناها، رح نتعلم كيف نتعامل مع التوابع، رح نتعلم بهذا البرنامج التعامل مع الاف الشروط، رح ممكن نضطر نستخدم السويتش لأنه بدي أظهر عبارات، ممكن نضطر نستخدم السويتش، ممكن نضطر نستخدم عندي الفور السويتش الوايل والإضافة، عندي أسئلة الإدخال والإخراج، وتذكروا دوم ما في ضرورة لنبرمج كتير توابع جاهزة مثل تابع السؤال وقت إغلاق البرنامج، عندي تابع اسمه كواتشين ديالوج ممكن تستفيدوا منه، هذا جاهز راح بيعطيني مربع حوار هل تلغى بالإغلاق أو المتابعة، وعندي عمليات التوابع كتيرة ممكن نستفيد منها، يمكن تلاقوا البرنامج كله جاهز. بطريقتين مطلوب تكتبوا لفريقين اسمه، الفريق الأول يكتب البرنامج باستخدام التوابع الفانكشنز، والفريق الثاني يكتب البرنامج باستخدام السكريبت، واللي رح يكتب البرنامج باستخدام الفانكشنز رح يرفقنا معه هيلب كامل للتابع وكيفية تطبيقه. تذكروا التابع جلوبال، تذكروا المصفوفات، تذكروا الحلقات السويتش، وبهي الطريقة بإذن الله رح نكون رح نستفيد من كل شي تعلمناه الأسبوعين. ما في مشكلة، بس يفضل تضل بهي الدورة، وبعدين بالمستويات الثانية ممكن نعمل يعني نعمل يعني حيكون في إذا التزمتوا بهي الدورة نعمل مباشرة نكمل بالواجهات، يعني ركز على شيء محدد لأنه دورة الواجهات كثيفة وبدها تركيز منيح وبدها وقت، يعني إعادة تقسيم المشروع. طيب هلا البرنامج راح يكون فريقين، أول شيء بما أنه هلا موجود 3 بنات وشابين، البنات ياخدوا الفانكشن يساوي البرنامج فانكشن، والشباب يساوي البرنامج سكريبت، هاي أول شغلة. عامر ومحمد راح يساوي البرنامج سكريبت، لينا وعلا ورهف راح يساوي البرنامج فانكشن. اول شيء اللي راح يعملوا الفانكشن يضيفونا شرح تفصيلي للبرنامج حسب الشيء اللي هنا راح يشتغلوا، حاولوا بالبرنامج تستخدموا الحلقات فور والسويتش، وحاولوا تستخدموا الاف والوايل، يعني حاولوا تستخدموا كل شيء تعلمناه، وتذكروا دائما انه في توابع جاهزه ممكن تساعدكم، ما في داعي لتبرم يعني مو مثل السي، بس اذا بدي اكتب برنامج مقلوب مصفوفه بدي اكتب جريده، اما هون اذا بدي اكتب مقلوب مصفوفه بكتبها بسطر انفيرس اسم المصفوفه، هذا الشيء كتير مفيد وكتير راح يساعد، وهو يعني استخدام الماتلاب او احتراف استخدام الماتلاب معرفه كيفيه استخدام التوابع اللي فيه مو برمجته،
بس بما انه نحن هلا عم نتعلم الاساسيات فلازم نعرف كيف نكتب الاسطر البرمجيه وكيف نتعامل مع تماما مع الكتابه بالماتلاب، ونعرف كيف شو مختلفه عن لغات تانية. تمام، الجمعة الجاي بإذن الله الأسبوع القادم راح يكون عندنا اجتماع لمناقشة المشروع. طبعا الاجتماع انتو راح يعني انتو راح تحكوا فيه، مو أنا راح ممكن ناقشكم بالشغل اللي اشتغلتوه، وفي أي سؤال أي فكرة يفضل على جوجل بلاس حطوها من ناقشة. بالنسبة للشباب سكريبت راح يكون برنامج عبارة عن سكريبت راح يطلع راح يولد للمستخدم رقم عشوائي، عملية عشوائية ورقم تاني عشوائي، راح يطلب من المستخدم يدخل قيمة. يعني مثلا راح يسألني البرنامج 5 + 3 يساوي، راح أدخل له قيمة. إذا صحيحة القيمة ممكن يعطيني البرنامج تشجيع، عبارة تشجيعية لأنه كمل. إذا خاطئ راح يسألني حاول، يعني كمان راح يعطيني عبارة انه حاول مرة تانية، جرب مرة تانية. وبهي الطريقة راح نشكل برنامج مفيد للأطفال، ممكن يساعد الأطفال بحفظ عملية جدول الضرب. تمام، الشباب ينفذوا السكريبت والبنات ينفذوا الفانكشنز، الفانكشنز او فانكشن بالإضافة للهلب. في اي سؤال على درس اليوم بشكل عام؟ كله كل شيء واضح؟ أتمنى تكونوا استفدتوا اليوم، وشكرا لحضوركم، والسلام عليكم.